قام سعادة السيد زيد بن راشد ازياني وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى مركز اريل مارجليت للتميز في اسرائيل. والتقى الوزير خلال الزيارة بالمستثمر ورائد الأعمال السيد اريل مارجليت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مارجليت. وتم خلال الزيارة استعراض أهم البرامج والمشروعات التي تنفذها الشركة والمركز في العديد من مجالات التكنولوجيا والتقنية والتعليم. كما قام سعاده الوزير بجوله في الشركه